السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم غنقدم لكم تشكيله جديده من جلبات ديال الصيف المطروزين بطرز التباك اولا المسوس. بالنسبه لهذه البنات، نتوما الخضر ملكي مخدومه بالصم مطروزه في الايدين. بالنسبه لهذه البنات، هبطة براندة والطرز ديال التباك في الايدين حتى هي. اما هذه مخدومه بتسيري عين وعقده دو بياس، مخدومه في الصدر واليدين اللون في اللون، حتى هي كتجي زوينه. اما هذه البنات الزرق مخدوم بالصم، لون الصم او البيج اللي كيكون قريب للصم. هذه البنات بحال الصفراء يعني راندا، واليدين نفس الموديل. هذه البنات الصدر واليدين دو بياس كتجي زوينه حتى هي. القميص كدير فيه شي حاجه خفيفه بحال هذه. هذه البنات مخدومه بالبرشمان والطرز عندها في اليدين وفي الافتتاحات في الجناب والقفطان لتحت. اما بالنسبه لهذه البنات البلو مارين لون في اللون، غير الصدر واليدين. هذه البنات خدموها باللون السم البارد. انتما كي كتجي التشكيله ديالها زوينه ديال الحضور بحال هذا الزرقاء حتى هي. وهذه البنات مخدومه بالراندا، وديري لها الطرز ديال التشباك في اليدين وفي الخطوه ديالها يعني جهه العطفه. بالنسبه لهذا قميص،